هذا أداء الصلاة في وقتها. أنما إقامة الصلاة أثرها عليك إذا وقفت الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين قد قلتها فسجلت وأجلت وجئت في يوم لا ريب فيه ووضع الكتاب قد قلتها ما شاء الله أن تقولها وحينما خرجت ماذا فعلت؟ أنا لا أريد أن أبكي في هذا الموضوع لأن فيه كثير أهمله. إذا خرجت من باب المسجد حلفت بغير الله وسلمت القدر للجن والعين والسحر فأيها إياك نعبد وأيها إياك نستعين أقم قيامك كي لا يكون غاشية طعام ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع